اول شيء طبوه علينا، اول شيء طبوه من فوق، يوم طبوه من فوق طبوه علينا من فوق، دخلوا سيدي لنا الصاله بالحجر. لاني اقول له ليش دخلت انت، من وين دخل؟ اللي هو يقول لي مو شغلش من وين دخلت، كنت شايفه مو شغلي بيتي وجايني الحين الساعه 2 طاب علي الساعه 2، انت ويا اللي وياك هذي حوالي يمكن 30 35 نفر، تقول لي مو شغلي. اللي يقول لي ايه مو شغلش، وين اولادش؟ وقايمين يصورون في الصبيان ونسوانهم وياهم، حتى من عرضهم واحده بعد من نسوان ولادي مرضت للحين في بيت ابوها، صارتها حاله نفسيه وللحين عندهم. وقمت اكبر اني واولادي، وبعدين يقولون لي وين بقايا اولادش؟ وراحوا يتراكضون في حجر الصبيان، وطبوا على ولدي واخذوهم من على سريره، شالوهم من على سريره واخذوهم، حتى بيلبس ثيابه مسكين واحد منا، واحد منا مجود ثيابه وتكرم عليه فوق مالت نوم يعني. قال لي مو شغلش، وكلهم ناس قدام وناس ورا حوالي فوق 35 40 نفر. وتميت اكبر في وسطة البيت، وطلع وراي الثاني عبد الشهيد ولدي وموجود هني بعد، وتم يكبر الثالث ولدي جودني يقول لي يما لا تطلعين، قلت له بطلع، طلعت على الباب من برا بطل المفجره مالت هذه مال، وقطها تحت رجولي وحرق رجايلي، ورد بطل الثانيه بعد الثانيه، رد بطل الثانيه وحرق رجايل ولدي الثاني، اول واحده اني والثانيه ولدي، ودعمني بالجيب.